دونك البنات السلام عليكم، تسمحوا لي كنعتذر درت لكم العنوان بالليل ديال القصريه الزموري، غير الوقت ما ساعدنيش. كيف ما كتشوفوا بالنسبه للعنوان ديال القصريه الزموري شارع عبد المؤمن قرب محطه شطران كليه الطب، راه هي المحطه ديال كليه الطب، شفتوا فين اونفاس مع القصريه. كيف ما كتشوفوا كاينه قهوه، هي هاد القهوه اللي اونفاس معانا، شفتوا انا غادي نوريها لك. هذه هي الدخله ديال باب قصريه الزموري. دونك كيف ما كتشوفوا، سمحوا لي كنعتذر البنات بزاف بزاف، ما الوقت ما عرفتش كيفاش مشات من بالي. فكندخلوا البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا، كندخل الطول هانتوما شفتوا، سمحوا لنا كنعتذر على هذا الظلام. وكندور على يدي اليمنى، ها هي يدي اليمنى، وها المحل ديال الاخ زهير، وهو هذا، ها هي مجوهرات رؤى، بيع واصلاح جميع المجوهرات. هانتوما هذا هو المحل، هو هذا شفتوا، وهو هذا المحل. السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم ان شاء الله. اليوم كنتواجد عند الاخ زهير اللي ما شاء الله كيمتاز بمجوهرات جد فاخره واثمنه جد مناسبه لكل سيده وفتاه. كيف ما كتشوفوا ان شاء الله هذه غير البدايه، اما ان شاء الله شنقول لكم العرض باقي طويل، وفي بزاف ديال الحوايج جات زوينين اللي من بينهم هاد الخويتمات اللي غادي نوريهم لكم. كيف ما كتشوفوا هنايا هانتوما خويتمات متيولين على حقهم وعلى طريقهم حبوباتي، واحد سولد جد خطير، كنأكد لكم بلي سولد خطير. ودابا كيف ما كتشوفوا انا درت لكم الدبيلجات 3 بياس، شفتوا شوفوا هادشي ما شاء الله متيول وغزال من داكشي الرفيع. نتمنى البنات انكم ان شاء الله وباذن الله من بعد هاد لا فيديو تجيو تشريو هادشي اللي تعجبكم. ونتمنى شنقول لكم صراحة واخا تنغيبو شوية كاين الجديد. يلا البنات يلا يلا يلا، جمالية وأناقة مع مجوهرات رؤى فاخرة وجذ هائلة. دونك البنات كيف ما كتشوفوا دابا غادي ندوزو بالنسبة لهاد العقيق. واو ما شاء الله، شوفوا اللمعان الهائل، شفتوا شوفوا البنات غير اللمعان ديالو كيفاش غزال ومتيول. دونك عندنا هذا العقيق هذا اللي الاخ زهير داير لينا فيه واحد البرومو اللي غزاله ومتيوله على حقها وطريقها. دونك الا خديتي واحد كيتحسب ليك 130 درهم، والا خديتي جوج كيتحسبوا 250 درهم، والا خديتي ثلاثه غيتحسبوا ليك ب 350 درهم. يعني مفاجاه جد غزاله وهائله. دونك عندنا هنايا خميسه، عندنا على حساب الديزاين اللي اختاريتي وعلى حساب العقيق اللي بغيتي. شوفوا ما شاء الله والله الا عرفتوا، غير شوفوا غير الاضاءه ديال العقيق كيفاش كتبان غزاله، شي حاجه اتيري. سولد خطير وجد هائل حبوباتي الغاليات. غادي نعاود نذكركم بالاثمنه، الا خديتي واحد لالا مرحبا 130 درهم، خديتي جوج ليك واللي عزيز عليك 250 درهم، خديتي ثلاثه 350 درهم، وهانتي تبرعتي ليا 3 بياس بثمن جد مناسب وثمن جد هائل. شوفوا البنات حنا باقيين غير في البدايه ديال لا فيديو، شفتوا لا معاد اوكي. دونك غادي نبداو عاوتاني بهاد الكورميت هادو اللي كتشوفوا هنايا. عندنا هادو هانتوما، هادو كيديروا 300 درهم، شفتوا كتبقى غزاله ومتيوله على حقها وطريقها. هانتوما هاللوينات، عفوا انا قلت لكم اللوينات فهي كتبقى خيط كحل. دونك الديزاين هنا كيتغير، عندي هاد الزواقه هادي، عندي هاد شانيل هكا، عندي تاج ملكي
وعندنا لاله دقات ديال القلب. انتم البنات صراحه مجوهرات ذات اناقه وذات شيء. كتشوفوا البنات غير هزاها ولا ما عندها كيفاش كيبان، فهذا دليل على انها غزال لو متي ولا كتجي في الايد. هادو كيبقاو 300 درهم على هذه الطريقه هذه انتم كيف ما شفتوا. هانتوما شوفوا هادو، هيا كاينه عندي هذه هنا، عندي هنا هانتوما البنات اختاروا اللي بغيتو. هادو دايرين 300 درهم كيجيو متيولين. هاد المره شفناهم كاين العقيق، بغيتي العقيق مرحبا، بغيتي الخيط هو هذا كيديروا هادو 300 درهم. شي حاجه زوينه البنات، وكنأكد لكم راكم عارفين زهير كيدير اثمنه جد مناسبه ودائما في متناول الجميع ان شاء الله وباذن الله. اوكي دابا غادي نبداو بالنسبه لهاد ما شاء الله لهاد السلسله. اش غنقول لكم؟ شوفوا غير اش نقول لكم، لا ما بغاش يسالي. هذه كدير 6600 درهم ما شاء الله، كتبقى على هذا الشكل، كتجي شويه اوفال شفتوا، كتبقى شويه هذه كتجي شويه هكا ثقيله هانتوما، كتجي في العنق غزال. هذه بالسلسله ديالها 6600 درهم، شي حاجه طوب، شي حاجه نخوه، شي حاجه كلاس. سي بون بالنسبه لهاد لونسومبل هذا، غادي ندوزو لهاد لونسومبل على حساب هادو بلا سلسله. عندي هنا كيف ما تتشوفوا البنات، عندي السلسله هانتوما شفتوا، كتجي ريكتونغل مع البوكل مع البال. هادو كيديروا 2900 درهم هادو بلا سلسله. الا كانت عندك سلسله تقدري تاخذيهم بلا سلسله، ما عندكش سلسله فداك الشيء كيبقى على حساب الثمن ديال السلسله. غادي ندوزو لهادو حتى هما كيديروا 4000 درهم. انتم البنات كنأكد لكم شي حاجه طوب وشي حاجه غزاله، ارقى الاثمنه وارخص ما كاين عند الاخ زهير البنات، فكنأكد لكم ان شاء الله ونتمنى انكم تجيو. هانتوما شوفوا مزيان، كنحاول نقرب باش تشوفوا. انا البنات هذه كدير 4000 درهم بلا سلسله، دونك السلسله الا كانت عندك مرحبا، بغيتي سلسله مرحبا اللي عجبك. غادي ندوزو لهذا الموديل اللي جاي على شكل اكس، هذا كيدير 3150 درهم. دونك هانتوما كيف ما كتشوفوا حتى هو بلا سلسله، يعني بالسلسله غادي يكون شويه الثمن طالع، وبلا سلسله كتكون 3150 على حسابي الا كانت عندك السلسله مرحبا. ولكن راه اللي حمقني وزاد حمقني هو هاد لونسومبل البنات. شوفوا هاد لونسومبل شحال غزال ما شاء الله، هذا كيبقى غوند شفتوا، كيبقى هائل وغزال. كاين ارجونتي دوري يعني اللي ذهب شفتوا، مع البوكل ديالهم ومع الباك ديالهم، هادو كيديروا 5600 درهم. الصراحه كلشي متيول وكلشي غزال على حقو وطريقو. شوفوا مزيان البنات، يلا البنات تشجعوا، يلا البنات بغيناكم كاملين تشجعوا. وكاين اثمنه اللي جد مشجعه وجد هائله حبوباتي الغاليات. ياه غادي ندوزو دابا لهاد الكولي هذا اللي كيبقى تري تري كلاس، هذا كيدير 6200 درهم. هذا كولي كيجي على هاد الطريقه كله ذهب البنات، هانتوما شفتوا كيدير 6200 درهم تري كلاس. كنلبسو دي غوب، تلبسو مثلا بسناش كشيطات، تنبغيو شي حاجه تكون كلاس سامبل بحال هكا. كاين هاد الكولي هذا حتى هو اللي كيدير 6400 درهم تايغر، هانتوما البنات في الهند خلاتها سعاد لافاتار، هانتوما شفتوا غزاله ومتيوله، هذا كيدير 6400 درهم. والسلسله كتبقى رقيقه وكلها كيفاش داك العقيق، كلها فحال شكل داك العقيق الرقيق، كلها هاك يعني بواحد اللمعان ديال الذهب. اوكي غادي ندوزو لهاد الموديل اللي هانتوما هو هذا. دونك نكملوا في هاد الموديل كيف ما كتشوفوا ما شاء الله، نحاول نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. هانتوما البنات شوفوا اللمعان، شوفوا الجاذبيه والتاثير الهائل، هذا كيدير 11000 درهم 400 درهم. هانتوما البنات عندنا البوكل مع الباج مع الكولي مع الكورميت، هانتوما البنات شي حاجه ملكيه، شي حاجه خطيره، لمعان جذ هائل ومثير حبوباتي الغاليات. نتعوا ليا العوينات ويلا جمعتوا الدريهمات اجيو شريو الذهيبات البنات. هانتو
ايه دابا غادي نشوفو شكل اخر. غادي نشوفو هاد لي موديل هادو اللي هنا، وما شاء الله ملي بدينا ولا معان ما بغاش يتقى. عندنا هاد 3 دي كيف ما تيقولوا، نتوما شفتو عندنا دونك هنايا وريتكم البنات. عندي هادي حتى هي كتبقى على هذا الشكل، كتبقى 5700 درهم. بالنسبه لهاد لونسومب اللي بلا سلسله كيبقى 6200 درهم، فيه الباك والبوكل مع هذا مع السلسله ديالو، كتبقى لك بلاصه السلسله. بغيتي السلسله، بغيتي اللي عجبك اوكي. وكاين واو ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا البنات هذا كيدير 4450 درهم. شوفوا الجماليه ديالو، وبين وزن وبين على حساب الجماليه ديالو كيبقى بواحد التاثير جاذبي. دونك كاين لو شوا فين نختاروا، عندنا الجديد ان شاء الله وباذن الله. هذا كيدير 4450 درهم. بالنسبه لهذا الموديل هذا، هادو صراحه هاد الموديلات الاخرين اللي شفنا كيبقاو ملكيين وغزالين. شوفوا هذا كيدير 12000 درهم و 700 درهم. ها هو البنات شوفوا ما شاء الله غزالين. هادو كيبقاو بلديين وفي نفس الوقت كيبقاو حتى عصريين. شوفوا غير هاد الكولي ديالو كيفاش عاطي واحد الجاذبيه سبحان الله. هانتوما البنات شوفوا، ولو تنحاول نقص من الضو ولكن لمعان ما شاء الله اللي كيعطي راه غزال. هذا كيدير 12000 درهم و 700 درهم، يعني شي حاجه طوب وشي حاجه زوينه. مرحبا بكم، كنعاود ناكد لكم على هادو البنات. ها نتوما شفتوا دابا كلشي بعويناتكم. اييه دابا غادي ندوزو لحاجه اخرى. غادي ندوزو دابا بالنسبه واو ما شاء الله ما شاء الله البنات. شوفوا شوفوا هذه كدير تبارك الله ما شاء الله. هذه واحد القلاده اللي كتبقى عصريه وفي نفس الوقت عامره بديزاست خاص وبلديه، كتجي قلاده غزاله وهائله. هذه الثمن ديالها 6650 درهم. ها نتوما غير باش تشوفوها مزيان. اياه غادي ندوزو دابا لهاد السنيسلات هادو اللي رقاق. هادي كدير 650 درهم. ها هي دي سنيسلة ديال العنق، كتبقى رقيقة وفيها ديزاين كيف ما شفتو. هي هادي كتبقى 650 درهم. حتى هادي 650 درهم ياك؟ حتى هي 650 درهم. كنا ديجا درناها وقادو لينا. اييه يعني بناء على طلب ديال الناس اللي كيسولوك عليهم. دونك كيف ما سمعتوا الاخ زهير، بالنسبه للناس اللي كيسولوهم على السنيسلات الرقاق، ها هما تقاداو والاخ عاود جابهم. فان شاء الله نتمنى انكم تجيو تاخذوهم، يعني كاينين اشكال وانواع ديال السنيسلات. نتوما 650 درهم، فبناء على طلب الزبناء الكرام ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين البنات عند الاخ زهير اللي كيتواجد في قصاريه الزموري شارع عبد المؤمن بالقرب من محطة ترام كلية الطب. إيه؟ هذه كدير 1600 درهم. الفرق اللي بيناتهم يعني هذه الحجيرات. هذه عامرة بالحجيرات. هذا هو الفرق اللي بيناتهم كيف ما شفتوا. نحاولوا نقربوا باش الناس يشوفوا مزيان. دونك عندنا هنا هذه عامره بديزيست خاص كيف ما شفتوا. هذه شحال قلتي الثمن ديالها؟ 1600 درهم. كتبقى 1600 درهم، هذا هو الفرق اللي كاين بيناتهم. دونك البنات كيف ما كتشوفوا غادي ندوزو بالنسبه لهاد الكورميت هادو. هادو البنات كيبقاو 600 درهم كيف ما كتشوفوا. عندنا فيهم حجره كيف ما تنقولوا فيغ غوايال ملكي وفيها الحمراء. دونك عندنا الديزاين هو اللي كيختلف، فبامكانك تختاري الديزاين اللي غادي يناسبك يجي لك في يدك غزال ومتيول. هادو الثمن ديالهم كيديروا 600 درهم. اثمنة جد مناسبة واثمنة في متناول الجميع حبوباتي الغاليات. يلا سارعوا فالعرض راه موجود ليا وليكم ان شاء الله. غادي نعاود نبين لكم هادو ماذا منا درناهم في هاد
لومبالاج هكا. هانتوما شفتو كيفاش كيجيو في الايد، كيجيو غزالين ومتيولين. اختاري اللي عجبك، هادو دايرين 300 درهم. شفتو هانتوما البنات اللي عجبكم اختاروا. واو ما شاء الله، غادي ندوزو لهاد الموديل هذا كيف ما كتشوفوا هنايا. دونك عندنا كنقولوا الخريشات، كاين تاج، كاين ورده، كاين بزاف ديال لي ديزاين. تقدري تختاري الثمن اللي يلا حنا نقولها، تختاري الثمن اللي عجبك. بغيت نقول لك زعما السلسله اللي غادي تناسبك. الكورميت هانتوما شفتوهم كيفاش غزالين، هادو كيبقاو 750 درهم ما شاء الله. والله الا لما شوفوا البنات هانتوما غير مع التصوير شوفوا اللمعان. شوفوا هذه حتى هي اللي عطانا الاخ زهير كيفاش غزاله، هذه حتى هي بحالهم. هانتوما هذه حتى هي 750 درهم، هذه فقط فيها هاد الديزاين، في كاين كور فيه نجيمه، وفي نفس الوقت عندنا الديزاين اللي فيه ديزيستراس. هانتوما شفتوا هذه حتى هي 750 درهم. نشوفوا هذه حتى هي، هذه كتبقى حتى هي عقيق شفتوا وذهب، حتى هي 750 درهم. يعني عندنا موديلين سيك في موديل ونفس الثمن، هذا هو الاهم، حيت اغلبيه والاضعف الايمان نقدروا نلقاو في بلايص اخرين البنات. هاد الكورميطه اللي كنوريكم تقدروا تلقاو هاد الموديل بثمن حيت سامبل، وهاد الموديل تلقاوه بثمن واحد اخر. ولكن الاخ زهير كيقول لك اللهم قليل مداوم، ياك قليل مداوم داير ثمن واحد بالنسبه اللي عنده واللي ما عندوش. هذاك الشيء اللي كاين. مرحبا بالجميع، مرحبا بالجميع. فراه زهير كيرحب بالجميع، مرحبا بكم كاملين فين ما كنتو، من طنجة للقويرة. ايه باقي شي حاجه؟ كاينين هادوك فيهم بزاف ديال لي موديلات، فيهم السامبل، فيهم المهم حنا كنوريو كنحاولو نبينو ليكم شكل من الاشكال. كاين دابا هادو تما الشيام، هادو اييه هادو تما لي كاينو ب 700 درهم، هادو 700 درهم. دونك هاد الاخرين اللي ورانا زهير هما كيديروا 700 درهم. دابا الفرق ما بين هذه وهذه باش الانسان اللي جا عندنا باش ما يجوش لينا راسو. هايا مثلا هادو اللي هنايا، هادو دايرين 750 وهادو دايرين 700، شنو هو الفرق اللي بيناتهم؟ اللي بيناتهم كاين هادي فيها الحجيرات، هادو الشيء اييه الحجيرات، هادي سامبل، هادي سامبل، سامبل 700. هذيك اللي فيها الحجيرات 750، 750. دونك هاد لابارتي كامله اللي عندي انا هنايا 750 درهم، من غير هادوك اللي دايرين 700. هذا فاهم بزاف ديال لي موديل، راه كاين بزاف ديال لي موديل. تختاروا اللي بغيتو 700 درهم فني. وانت راه عرفتي لا معان تبارك الله شنو هو داير. هادو راه ديجا طلبونا على الناس بناء على طلب المتتبعين. هانتوما شفتوا كيفاش كيجيو غزالين ومتيولين. بالنسبه لاختي ضحى بغيت نبينها واحد الملاحظه، الله يجازيك بخير. دابا هاد الكورميطه هادي الشا كاينه بالحال، ياك دوزنا بحالها 600 درهم، هادي 700 درهم، هادي 700 درهم اللي فيها الحجر الكحل 700 درهم. هي الثاني هي الحجرات هادو 600 درهم، 600 درهم باش الانسان ما يدخلش ليه الخلط بان راه كذا حنا صورنا هذه راه هكاك، يعني باش هكا حتى الناس يعرفوا. دونك اللي فيها الحجر نفس الموديل، نفس الموديل، التغيير في الحجيرات كيبقاو كل على حساب الكاليتي. ها انتم شفتوا، وصراحه راه زوينين واثمنه مناسبه، شفتوا فنيوني حيت دابا. دونك دابا كيف ما كتشوفوا غادي ندوزو لواحد الموديل اللي غزال وجد هائل. عندنا هنا الكورميت، ها نتوما كيف ما كتشوفوا كتبقى كورميت بجوج خميسات في الجناب ديالها مع السنسله ديالها. دونك عندنا الكورميت كتبقى بثمن والسنسله بثمن. الا بغيتي ديري واحد لونسومبل زوين فبامكانك ديري. بالنسبه للكورميت اخي زهير بشحال؟ كل مده كدير 1200 درهم، 1200 درهم كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للسنيسله كدير 1550 درهم، 1550 درهم. والطوطال بجوج بهم بغيتيهم بجوج كيتنقصوا لك شويه، ياك ياك ضروري الا كانوا بجوج كيتنقص الثمن. كيتنقص كتبقاو ب 2650، 2650 درهم. دونك بغيتيها بوحدها مرحبا، بغيتيهم بزوج راه كيتنقص ليك الثمن، كتبقى ب 2650 درهم. بالنسبه ليهم تما موديلات جداد، موديلات جداد. ها هو هذا اللوين، هذا دونك حنا غادي نشوفوا الحجره اللي كاينه هنا، وغادي نشوفوا حتى الديزاين كيف ما شفتوا. ها انتم انا غادي نوريها لكم، شفتوا ها الحجر،
حجي راه كتبقى هنايا سومو، وعندنا نفس الشيء الديزاين كيبقى على هذا الشكل ونفس الثمن كيبقى، وكاين حتى السنسله ديالها اللي هي هذه غادي نوريها لكم. ها هي السنسله فلومبالاج، مهم نعتذر، ها السنسله فلومبالاج شفتوا، سنسله في الصفر الا بغيتو زعما العقيق كيبقى في الصفر، والغورمي حتى هي فيها عقيقه صفر. بغيتي ديري لونسومبل راه كيكون الثمن ناقص، بغيتي ديري غير بياسه راه الثمن كيكون، راه سمعتوا الثمن. وها الغوزه البنات هي هذه شفتوها، هاد الغوزه اللي في لونبالاج راه هي هذه اللي معلقين دابا هنا. وبالنسبه لهاد كاين الصفيفر وكاين حتى السومو، شوفوا العقيق، هاد العقيق الصفر هذه جات هكا حتى هي بخميسه، تشكيلات زوينين ورائعين كلاسيكيين من داكشي رفيع. دابا البنات كيف ما شفتوا غادي ندوزو بالنسبه للخواتم، هادو ابار الخواتم ديال المغياج كيف ما كتشوفوا، عندنا كل خاتم كيبقى بالثمن ديالو. ها نتوما البنات، ها نتوما الاشمنه كلهم مكتوبين قدامكم، كاين 1600 كاين 1700 كاين 2000 كاين 1300 1800 1650 1900 1100 2000 درهم. دونك كاع الاشمنه هما مكتوبين قدامكم، فاختاري الباق اللي غادي يناسبك والباق الغزال الهائل ليك. هانت يا لاله لا تقولوا ما برعناكم، 2020 ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، وان شاء الله باش يرزيق وتجيو تاخذوا هاد الهيبات الغزالين. شوفوا البنات خويتماش كيبانوا هائلين ومتيولين من داك الشيء الرفيع، واثمنه في متناول الجميع، اثمنه في متناول الجميع شفتوا. شوفوا شنو باقي عاوتاني، واو ما هذا الجمال. واو البنات تشوفونا هادو تيبقاو تري 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 كلاس. شوفوا البنات شوفوا لي الجماليه ديال هاد الخويشمات هادو، هانتوما كتشوفوا مزيان، شنو نوقف لكم هنا باش يبان لكم كلشي على حقو وطريقو. شوفوا هاد الاول كيدير 1500 بالنسبه لهذا الباك الثاني اللي كيبقى على الشكل كاغي كيدير 2100 درهم، بالنسبه للثالث كيدير 1700 درهم، بالنسبه لهذا الفوقاني اللي كتشوفوا كيدير 1950 درهم. اوكي ها نتوما تعوا لي العوينات وشوفوا لي الذهيبات. ياه ندوزو بالنسبه لهذا الموديل حتى هو، شوفوا هادو البنات ها نتوما اختاروا اللي غادي يناسبكم. شوفوا البنات بالنسبه لهذا الموديل هذا اللي هنا كيدير 700 درهم، كاين هذا حتى هو 900 كاين 800 كاين 900، شوفوا ما شاء الله اللمعان ملي بدا الفيديو اللمعان كاين ما شاء الله. شوفوا هادو اللي هنا كاين هاد الاوفال هذا، هانتوما كيبقى 1400 درهم، هاد الاوفال اللي شويه كيبان لكم غليظ كيبقى 1450، وهاد الجوج كيديروا 1550، لا عفوا هذا كيدير 1550 وهذا كيدير 1900 درهم، هي هذيك. ها نتوما البنات هو كلشي بالاشمنه. شوفوا هاد الباك هذا تخواد كيفاش غزال، هذا كيدير 1200 كاين هذا كيدير. شوفوا البنات غادي نقول لكم واحد الحاجه، انا ملي شفت هاد الخاتم ب 1900 انا قلت لكم 1950 درهم كيسحب ليا راه زوير غلط، ملي سولته قال لي لا راه الثمن هو هذا. دونك بالنسبه لهذا اللي شفتو هذا كيبقى ب 950 درهم، حتى هذا 950 درهم، هذا 650 درهم. ها نتوما شفتو الاثمنه ان شاء الله راه جد مناسبه لكل السيدات. غادي ندوزو بالنسبه لموديل اخر او شكل من الاشكال. هنا البنات متعوا لي العوينات، ها نتوما دي باك اللي كلهم مكتوب عليهم الاثمنه ديالهم،
اختاري اللي غادي يناسبك، وشي حاجه زوينه، شي حاجه مودرن، شي حاجه تري تري كلاس. ها نتوما البنات، هنا لا كل شي بالثمن. يلا البنات شي هجوم ان شاء الله، وباذن الله وغزال هاد الشي تيحمق من داك الشي الرفيع. ما شاء الله ما شاء الله، اش غنقول لكم البنات، هادشي هبال، هادشي تري تري كلاس. دونك البنات بالنسبه لهاد الحلقات، هاد لي بوكل كيف ما كتشوفوا كاين الكلاس بزاف بزاف، غادي نشوفوه ان شاء الله اليوم. دونك على بركه الله عندنا ما شاء الله الجماليه ديالهم عاطيه بزاف. كيف ما شفتوا بالنسبه للطوينغات ديال التاج كيديروا 700 درهم، بالنسبه للطوينغات اللي طوال عندنا فيهم بولا غوز كتبقى 1450 درهم. غادي ندوزو لهذا الموديل، هذا انا غادي نوريه لكم ان شاء الله باش نشوفوا الثمن ديالو جميع. هذا كيبقى 1550 درهم، شفتوا كيبقى على هذا الشكل، هذا كيدير 1550 درهم. كاين الموديل الثالث اللي كيبقى ب 1700 درهم كيف ما شفتوا، كيبقى في هذا لارتيكل لو نوار. عندنا لو بلون حتى هو، هذو كلهم دي بوكل لي تري كلاس البنات، ما نقولش لكم عليهم فنين الصراحه، راه غير من الشوفه ما نقولش لكم ما شاء الله. وبطبيعه الحال راه كاين بزاف ديال الحوايج البنات، راه الا جينا اليوم نوريكم كلشي ما غنساليوش. دونك غير جيو ان شاء الله، انا حاولت نوريكم بعض الاشياء. دونك هادو كيديروا 1800، وعندنا هاد البوكل هادو اللي عندنا حتى هما كيف ما شفنا، هادو دايرين 1400 درهم، شفتوا هانتوما البنات. وعندنا هذا الموديل هذا اللي كيبقى على هذا الشكل، دي بوكل غزالين كيديروا 1650 درهم. وبالنسبه لهذا التاج، هذا التاج كيبقى حتى هو نفس هذاك اللي بينا 700 درهم. وبالنسبه لهذا البوكل هذو اللي كيبقاو فيهم حجيرات في البلوغوا دي استخاص، هانتوما شفتوا كيديروا 1150 درهم. بطبيعة الحال حلقات زوينين ومتيولين بحال وجوهكم زوينين، ومرحبا بكم البنات في قيصرية زموري شارع عبد المؤمن بالقرب من محطة شطرام كلية الطب. واو ما شاء الله، توب 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 البنات. هانتوما كتشوفوا كيف ما تشوفوا دبيل جات 3 بياس، اختاري الديزاين اللي غادي يعجبك. دونك على بركة الله غادي نبداو بهادو، هاد لي 3 دايرين 7200 درهم. نتوما البنات شوفوا مزيان الديزاين كيختلف، وعلى حساب الغرام ياك اخاي زهير. حساب دابا هادو طلبونا الناس، قالوا لك بغينا شي حاجه تكون عاطيه العين وخفيفه شويه. وخفيفه هي هذاك الشيء، صايبين هذا الخف هذا شويه ابتداء من 7200. اي 7600 درهم بحال هادو، شوفوا مزيان هادو 7600 درهم. عندنا هادو دايرين 7300 درهم، هادو دايرين 8100 درهم. شوفوا شي حاجه كلاس وزوينه وخفاف. ها نتوما البنات هادو لي 3 8100، واحد دابا داك ديال 8100 الا قسمتي على 3 كتجيك شي 2700 درهم الواحد. الواحد 2700 درهم، يعني راه ثمن جد مناسب. هذا ثمن مناسب، يعني هادو تيخرجوا لونسومبل هادو ياك. ها نتوما شوفوا هذا كيدير 7500 درهم. نحاول البنات نزومي لكم باش تشوفوا مزيان. وعندنا هاد الاخر هذا اللي كيبقى ب 8300 درهم، مازال ان شاء الله غادي نشوفوا حاجات وحدين اخرين. صراحه هادشي عندك غزال ما شاء الله كيهبل ما شاء الله. دونك غادي ندوزو لهاد البغاصلي، حنا باقيين دابا في البغاصلي حاليا. عندنا هاد لي 3 هادو، دائما هادو كيخرجوا لي 3 هذا كيديروا 8000 درهم. شوفوا عن قرب كيفاش كيبان هادشي غزال وانيق ما شاء الله، اللهم يسر ولا تعسر. عندنا هاد الموديل هذا كيدير 7600 درهم، شوما كاين هذا كيدير 8100 درهم، انا لالا متعوا ليا العوينات. كاين هاد الموديل هذا، هاد البغاصلي هذا كيف ما تشوفوا، عندي هاد البغاصلي هذا كيبقى على هذا الشكل تايجر، كيبقى بديزيست خاص، هذا الثمن ديالو 5600 درهم. عندنا هاد البغاصلي اللي على شكل اكس،
هانتوما غير باش يبان لكم، حطيت شويه الضو باش يبان لكم مزيان. هذا كيبقى ب 4600 درهم. دونك ها هي اكس، هذا لويس فيتون هذا عفوا، وهذا عندنا كيدير 4350 درهم. وما شاء الله ما شاء الله على هاد عشان نقول لكم، هذا غزال متيول كيدير 7200 درهم البنات. اشمنه في متناول الجميع، واشمنه جد مناسبه في بلايص اخرين غتقدروا تلقاو هاد الشيء مضوبل على جوج المرات حيت راكم عارفين. وبالنسبه لهذا الموديل، هذا ورينا حتى لونسومبل ديالو، يعني اللي بغات مثلا هذا الموديل هذا كاين لونسومبل ديالو، مثلا بغيت ديري واحد لونسومبل هذا كيدير 3650 درهم. لونسومبل ديالو السلسله كيدير 4000 درهم. اييه واخا نشوفوه ها نتوما. اييه هذا عين ديك الاسماء هي كيما هذا حتى هو الانسومبل ديالها هو الشيء. وكاين هذا الانسومبل ديالو هو هذا. اييه ها نتوما البنات شوفوا بحال دابا هذا الموديل هذا هو لونسومبل، هذا كيدير كله 4000 درهم. الا بغيتي تاخذي حتى تكملي الطقم ديالك كيدير دبيليش كيدير 3650 درهم. وبالنسبه لهذا كيف ما قال لنا الاخ زهير، هذا الموديل هذا لي لونسومبل ديالو ها هو شفتوه، هو هذا ها هو لونسومبل ديالو. الا بغيتي ديري واحد لونسومبل زوين ايه، وكاينين هاد البراسليات هادو بثلاثه كيديروا 7200 درهم شفتو غزالين. بالنسبه اللي بغا اختي وسمحي لي على اييه، لا ماشي مشكل. بالنسبه اللي بغا الانسومبل ديالو مع البراسلي ديالو اها كنديروا ربع واحد كنحيدوا 100 درهم. كتحيد 100 درهم انا اللي بغا. اوكي دابا اللي بغات دابا لونسومبل كامل كدير البراسلي ديالو كتحيد 100 كتحيد 100 درهم. يعني الا بغيتي تاخذي غير البراسلي بوحدو هاد الثمن ديالو، بغيتي تاخذي مع لونسومبل كتحيد لك 100 درهم. علاش؟ حيت كنديرو ربح واحد. ارباح واحد مزيان، وحتى الاشمنه الصراحه اللي دايره زهير اشمنه مناسبه، اشمنه راه جد هائله وجد مناسبه. معروفين على الصعيد العالمي، مرحبا الناس امريكان جاوا ياك. ايوا مرحبا سيدي بالصحه والراحه حبيب الجميع. الله يسر، اللهم يسر ولا تعسر. هي نكونوا عند حسن هذاك الشيء اللي كاين. وكاين هذا الموديل هذا كيف ما كتشوفوا، هذا كيبقى بلدي وفي نفس الوقت كيبقى عصري. هذا كيدير 4250 درهم. هانتوما البنات متعوا ليا العوينات، كلشي ما شاء الله غزال. وعندنا هاد البغاصلي هذا اللي كيبقى هكا رقيق وفيه واحد ديزيست خاص، هذا كيبقى ب 2550 درهم البنات. سلعه نقيه، سلعه ممتازه. اش غنقول لكم، اثمنه في متناول الجميع. نتمنى ان شاء الله البنات انكم تجيو وتشوفوا هادشي بعويناتكم. كنعتذر الا ما وريناكمش كلشي حيت كاين بزاف ديال الحوايج، والا جينا نوريكم كلشي غادي نحرقوا المفاجآت اللي بقاو. دونك البنات نحاولنا نوريكم ان شاء الله بعض من المجوهرات الهائله والراقيه الكلاسيكيه اكيد عند الاخ زهير كيف ما كتشوفوا، شي حاجه متيوله. ومرحبا بكم البنات، وما تنساوش جيم وبارطاجي معنا. وبالنسبه لا ليفريزون اخويا زهير، واش كدير لا ليفريزون؟ كتليفري الناس دابا اللي خارج كازا؟ اللي خارج كازا في كازا. مرحبا والناس ديال الجزائر، عرفتي الناس ديال الجزائر كيبغيو يحماقو كيقول لك هادشي حنا عندنا غالي. هو الجزائر ما مكانش ياك دونك انت كتليفري غير الناس اللي خارج مدينه الدار البيضاء. يعني في الدار البيضاء وخارج المدينه. كتليفريش الناس اللي في كازا وخارج مدينه الدار البيضاء. ماشي مشكل، مرحبا. دونك كيف ما سمعتوا بالنسبه لا ليفريزون، راه الاخ زهير كيليفري يعني داخل مدينه الدار البيضاء وخارج مدينه الدار البيضاء. البنات غادي نضرب لكم موعد في الحلقه الجايه، وتهلاو ليا في راسكم. ومرحبا بكم عند مجوهرات رؤى، دائما توب.